مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج أمل التغيير. فحياكم الله أحبتي المشاهدين أينما كنتم في ربع وطننا الحبيب. مشاهدينا الكرام، كما تعودنا في كل حلقة من هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفا نتحاور ونتناقش معه بأهم وأبرز الأمور والقضايا التي تهم أبناء الشعب العراقي عامة وأبناء محافظة صلاح الدين على وجه الخصوص. فيسعدنا بأن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ رياض سعيد العلاوي، المرشح عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية رقم القائمة 187 التسلسل 2. فحياك الله أستاذ رياض. حياك الله أستاذ أحمد، بارك الله بكم قناة صلاح الدين المباركة. يا حياك الله، يا أهلا وسهلا أستاذ رياض. أبدأ حواري معك، يعني أنت مرشح للمرة الأولى للانتخابات النيابية القادمة. نريد أن نعرف ويعرف مشاهدنا الكريم السيرة الذاتية للمرشح رياض سعيد العلاوي. تفضل. رياض سعيد مصطفى العلاوي، مواليد تكريت 1969، خريج ابتدائية في تكريت ابتدائية صلاح الدين، وأكملت الإعدادية في تكريت أيضا في ثانوية المتميزين، إعدادية المتميزين حاليا، إعدادية تكريت النموذجية سابقا، ودخلت كلية اللغات جامعة بغداد وتخرجت من قسم اللغة الألمانية كلية اللغات عام 1991. بعد انتهاء خدمة العلم توجهت للعمل بالقطاع الخاص في بغداد، وبعد ذلك عدت إلى تكريت واندمجت في العمل الخاص على مدى سنين طويلة. وفي عام 2013 انخرطت في العمل السياسي من خلال نخبة من الشباب، وأسسنا تجمع القلعة الذي ما زلت من ضمن قيادين هذا التجمع المبارك، والذي نخوض من خلاله الانتخابات حاليا. أستاذ رياض، يعني أنت قلت سنة 2013 تم دخولك إلى المعترك السياسي، ما هو السبب وراء دخولك هذا المعترك، وما هو السبب وراء ترشيحك للانتخابات النيابية القادمة؟ أستاذ أحمد، كما تعرف محافظ صلاح الدين حقيقة منذ 2003 ولجت إلى العمل السياسي، وكانت حاضرة ضمن المشهد السياسي في العراق من خلال تجمعات وكيانات سياسية كان لها تأثير واضح في المحافظة من المشاركة الفعالة القيادية في المحافظة، ولكن على مستوى جمهور المركز المحافظة تكريت كانت غائبة عن المشهد السياسي ولم تنخرط في هذا العمل السياسي، لم يكن لها واجهة سياسية. لذلك ارتأينا مع مجموعة من الأخوان الشباب والرجال أن يكون لهذه المدينة واجهة سياسية تشارك على مستوى العراق. كانت قبل أن هناك محاولات لم يكتب لها النجاح. ألم تأتي متأخرة هذه الواجهة السياسية برأيك أستاذ؟ أكيد أكيد متأخرة جدا، ولكن أن تأتي خير من لا تأتي. هذا الظرف اللي كان في المدينة، يعني المدينة لها خصوصية أستاذ أحمد، المقاطعة كثيرة، أكو بعض الأفكار القديمة التي منعت المشاركة، عدم اقتناع، الفشل القيادات السياسية بالبلد وما آل إليه الوضع في عام 2006 و2007 من ضائفية وقتال، هذا جعل المواطن ينأى بعيدا عن هذا العمل السياسي. لذلك نحن نعتقد أننا خضنا غمار هذا العمل في وقت صعب، ولكن ثبات الشباب على المبدأ واندماجهم في العمل أوردنا أول مشاركة في عام 2014 في على مستوى الانتخابات البرلمانية كمشاركة بصورة مستقلة على مستوى حزب تجمع القلعة، كان في وقت تجمع القلعة بقائمة مفردة. لم يكتب لنا النجاح، ولكن نعتقد ضمن التقييمات العامة أن التجربة كانت ناجحة، ونبهت الكثير من المواطنين وجمهورنا إلى وجود هذا الحزب وهؤلاء الثلة من الشباب، والذي استمر العمل إلى حد الآن إن شاء الله. نحن نتمنى لكم إن شاء الله الفوز في السباق الانتخابي القادم. أيضا أستاذ رياض، يعني اليوم نلاحظ الكثير من المرشحين يحملون في جعبتهم الكثير من الأمور والوعود التي سوف يعملون فيها أو التي سوف يلبونها حال فوزهم في الانتخابات البرلمانية القادمة. ما الذي سوف يقدمه المرشح رياض سعيد العلاوي لأبناء محافظة صلاح الدين؟ بمعنى، ما هو منهاجك الانتخابي؟ ما هي الأهداف التي سوف تحققها لأبناء المحافظة؟ المعلوم أن كل المرشحين الآن الظاهرين على الساحة بمستوى القطر يعني ينادون بالتغيير ومكافحة الفساد في ظل فساد عم البلد على مدى السنوات السابقة، الدورات السابقة وإلى حد الآن.
نحن نبتعد عن الوعود الكبيرة والتي قد لا نستطيع أن نحقق جزء منها، فهذا يكون مردوده سلبا علينا. ولكن نستطيع أن نقول بصورة مختصرة أننا سنعمل على أن نكون ضمن جبهة من البرلمانيين الذين لديهم نفس التوجهات التي نحملها، لنكون جبهة موحدة خلالها نستطيع أن نغير أو نشرع قوانين تخدم المواطن بدرجة الأساس وتكافح الفساد فعليا وليس على شكل قانون يوضع على الرف، وتفعيل قوانين موجودة الآن لمكافحة هذا الفساد المستشري والنهوض بالبلد. سيما يعني نحن اليوم محافظة صلاح الدين بحاجة إلى الكثير من الخدمات، من الخدمات الصحية التربوية البلدية، الشباب، الرياضة، يعني إعادة بنى تحتية، إنشاء مشاريع، كل هذه الأمور اليوم تتطلب إلى معايير وأسس صحيحة. فهل تم دراسة هذه المعايير والأسس من قبلكم لتحقيقها على أرض الواقع حال فوزكم في الانتخابات؟ أكيد كما تعرف لكل حزب هناك لجان متخصصة تعمل على كتابة خطط الحزب على مدى السنوات القادمة. قدمت لنا الكثير من الخطط على المستوى الاقتصادي والشبابي والرياضي وغيره، لكن سأتكلم لك بصورة مختصرة جدا وبصورة مركزة على مسألة مهمة جدا تتداول الآن في الشارع من خلال الجولات التي يقوم بها المرشحين. وهي دائما نلتقي بشريحة واسعة من الشباب، وأول ما يسألنا الشاب ويقول راح تعينوني الشغل البطالة، فنعرف أن هناك شبح كبير وهم كبير جاثم على صدور الشباب المتخرجين العاطين عن العمل، وهو محاولة إيجاد عمل أو وظيفة. الحلول لهذه المشكلة تكون من خلال الوظائف، لأن الدولة غير قادرة على توفير هذا الكم الهائل من الوظائف ولتسبب إرهاق للميزانية. إذن كيف سوف يتم معالجة؟ أنا نعتقد وحسب رؤيتنا والتي سوف نطرحها الحل يكمن في اتجاهين. الاتجاه الأول الاستثمار، تفعيل الاستثمار، وأقصد بالاستثمار هو الاستثمار الحقيقي القائم على أسس اقتصادية حقيقية من خلال اتفاقيات ما بين المستثمر والجهة الحكومية المانحة للاستثمار تحفظ حقوق الجانب. وضعتم خطط لهذه؟ والله على مستوى المحافظة لدينا كثير من الرؤى والخطط نأمل إلى تطبيقها في المستقبل إن شاء الله. وهناك جانب آخر ننادي به وهو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيما وأن هذه الخطوة قد نجحت في كثير من دول العالم وأتت النتائج جيدة جدا، نهضت بالمستوى الاقتصادي لكثير من الدول من خلال دعم المشاريع الصغيرة، ولدينا طاقة شبابية كثيرة ممكن أن تدعم من خلال هذه المشاريع وتحقق نتائج باهرة، ونحن متفائلون بهذا الاتجاه. نحن نتمنى ذلك أستاذ رياض من أجل الارتقاء بمستوى محافظة صلاح الدين وخدمة أبناء هذه المحافظة. هناك سؤال آخر، يعني ما هي السبل أو الطريقة التي سوف تساعدك على تحقيق أهدافك ومنهاجك الانتخابي على أرض الواقع؟ هذا الكلام طبعا بعد الفوز إن شاء الله. كما تعلم أنه البرلمان هو جهة تشريعية، الفرد في البرلمان قد لا يستطيع أن يفعل الكثير سوى أن ينادي بصوته، ولكن إذا ائتلف وتشكل مع جبهة من البرلمانيين قد يكون مؤثر، وأنا متأكد أنه سوف يكون مؤثر لطرح مشاريعه وطرح صوته وإعلاء صوت جمهوره. المرشح هو صوت الجمهور، المرشح هو صوت الجمهور الذي منح الجمهور منح الصوت لهذا المرشح، فهو وكيلهم وخادمهم. هذا حتى أرجو أن تضع خط تحت هذه الكلمة حتى يعلم كل المرشحين معنى ما هو النيابي، هو خادم لهذا الجمهور لأنه جاء عن طريق أصوات ولولا الجمهور أو المواطن لا يستطيع المرشح الوصول إلى هذه المكانة. يعني أفهم من كلامك أستاذ رياض، هل يعني ستكون هناك ائتلافات بينكم وبين الأحزاب الأخرى بعد الفوز في الانتخابات؟ هذا شيء أكيد، ولا العمل سوف يكون معوق كثير وصعب جدا. يجب أن تكون هناك ائتلافات وتتطابق بالرؤى وتشابه في الأهداف، لكي من خلالها نستطيع أن نؤثر ونستطيع أن نستحصل الكثير من القوانين والحقوق للجمهور. أستاذ رياض، يعني أنت تكلمت عن أهدافك ومنهاجك الانتخابي، ما هي رؤيتك الشخصية بالنسبة للعملية السياسية السابقة والعملية السياسية القادمة إن شاء الله؟ هل سيكون هناك تغيير فعلي جذري حقيقي في العملية السياسية القادمة؟ العملية السياسية السابقة والحالية نستمر حاليا بعد مولدة، والقبلها كما حسب تقييمات نموح تقييمات العالم كانت عملية باءت بالكثير من النكوص والفشل،
وكما ترى ويرى العالم الآن على حتى نراقب في الفضائيات كيف أن الشعب والجمهور رافض لكثير من الوجوه بسبب سوء الإدارة ونقص الخدمات والإرهاب الذي ضرب البلد، والحمد لله الذي تخلص منه من فضل سواعد القوات الأمنية والذي طرد له ودحر الإرهاب وكسر ضلع مهم من أضلع اللي كانت نائمة على التخلف والإرهاب اللي ضرب البلد، هذا أدى إلى ازدياد هم كبير، ولكن بقى الهم الأكبر وهو الفساد. حقيقة النخبة السياسية اللي حكمت وهذا تحكم لحد الآن كثير منها فشل في إدارة هذا البلد على المستوى البرلماني والحكومي. لذلك أعتقد أن العمل كان سيء سابقا. أما القادم من خلال الطروحات والمشاريع التي نراها الكثير من الجهات السياسية نأمل ونتأمل خيرا أن تنتج نخبة سياسية جيدة قادرة على أن تنهض بالبلد وبعجلة تتطور في هذا البلد نحو الأفضل وتخدم الجمهور أكثر من السابق. يعني أنت متفائل إن شاء الله في العملية السياسية؟ والله إذا دار العمل بصورة صحيحة وكانت العملية الانتخابية شفافة وناجحة، أنا أعتقد سوف تكون هناك نخبة طيبة من السياسيين الناجحين وسوف تحدث هناك مفاجآت. أيضا يعني ننتقل إلى الشارع العراقي، هناك يعني كلام الشارع العراقي والمواطنين أن الانتخابات سوف يعلوها الكثير من حالات التزوير والتلاعب بالنتائج الانتخابية يعني لفئة معينة أو جهة معينة، هل هناك بعض الشوائب التي سوف تعتلي نتائج الانتخابات النيابية القادمة؟ سوف أخذ منك الإجابة أستاذ رياض ولكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود تكملة هذه الحلقة من برنامج أمل التغيير، فابقوا معنا. هدفنا الأساس هو تمثيل الجمهور الكبير من أهلنا في عموم صلاح الدين ومركزها تكريت، ولنكون صوتهم الحقيقي في البرلمان المقبل. رياض سعيد العلاوي، تسلسل 2، رقم القائمة 187، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. الولاء للوطن يمنحنا قوة الصمود ووضوح الرؤية. المرشح المهندس تاجر علي عطية اللهيبي، رقم التسلسل 6، رقم القائمة 187، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. الطائفية والعشائرية هي الوجه الآخر لفرق تسد، فلنقطع معا دابرها. المرشح الأستاذ الدكتور جاسم عباس علي، عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة تكريت، رقم التسلسل 7، رقم القائمة 187، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. بخطى واثقة سنفتح أبواب المستقبل المشرق. المرشح رافد بندر حمزة الحمود الخزرجي، تسلسل 9، رقم القائمة 187، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. العلوية منار عبد المطلب هاشم، تسلسل 10، رقم القائمة 187، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. يدا بيد لنبني بلد. سنعيد لصلاح الدين أمجادها. المرشحة الهام مولود محمد التكريتي، تسلسل 12، رقم القائمة 187، عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. نقول وسنفعل ما نقول. المرشح عادل أحمد الدج، رقم التسلسل 14، رقم القائمة 187، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية، وألن فوز إن شاء الله. الولاء للوطن يمنحنا قوة الصمود ووضوح الرؤية. المرشح طالب محمد مصطفى البياتي، التسلسل 15، رقم القائمة 187، ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. كامرأة تمثل نساء لهن بصمة وأثر كبير في صمود آمرلي، أطمح أن أترك بصمة وأثر كبير في خدمة العراق. من أجلكم نعمل وباسمكم نتكلم. المرشحة المهندسة شهلة أكرم مصطفى البياتي، التسلسل 16، رقم القائمة 187، عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. المرشح علاء عبد الرحمن محمود الريحان، التسلسل 17،
رقم القائمة 187 عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. صوتك مسؤولية عظمى فلا تستهن بهذه المسؤولية. المرشح لطيف الكرادي، التسلسل 18، رقم القائمة 187 عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. خير الأنام العراقيون يا وطني، وخيرهم أن أقسى مرهم عسل. المرشح ميثاق غازي فيصل الدوري، تسلسل 19، رقم القائمة 187 ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. صوتك باقة ورد لمستقبلك المزدهر، المرشح أبان طلب محي عبد التميمي، رقم التسلسل 20، رقم القائمة 187 عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. حين تختار الأفضل فإنك تطعن الظلم في الصميم، المرشح رائد أحمد ياسين التميمي، رقم التسلسل 22، رقم القائمة 187 ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. عراقنا بحاجة إلينا فساندونا لأجل ارتقائه، المرشحة كهرمان خالد إبراهيم الدوري، رقم التسلسل 23، رقم القائمة 187 عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج أمل وتغيير، وضيف حلقتنا لهذا اليوم المرشح رياض سعيد العلاوي، المرشح عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية، رقم القائمة 187، التسلسل 2. فحياك الله من جديد استاذ رياض. سؤالي كان قبل الفاصل، هناك من يشكك بنتائج الانتخابات القادمة، فبرأيك أنت اليوم مرشح عن قائمة لها ثقلها الكبير في محافظة صلاح الدين، برأيك هل هذه الانتخابات سوف تجري بشكل شفاف ونزيه، يعني النتائج سوف تكون حقيقية في الانتخابات القادمة إن شاء الله؟ على النظام الانتخابي الجديد، النظام الإلكتروني والصندوق الإلكتروني، حسب ما طلعنا على آلية الانتخاب وطريقة الانتخاب ووجود البطاقة الناخب ذات الصورة والبصمة وبصمة العين والتعريف، كل هذا سوف يصب في خانة مهمة جدا، وهو ضيق موضوع التزوير. أعتقد أن التزوير سوف يكون هامشي جدا. طيب. بسبب وجود أكثر من خطوة تعريفية للناخب قبل أن ينتخب. طيب. لذلك أعتقد أن المؤمر إذا صار كما هو مقرر له فسوف لن يكون هناك تزوير إلا على هامش قليل جدا. إذن فرص التزوير سوف تكون ضيقة في جداً. هذه الانتخابات. أستاذ طيب، يعني نرى اليوم أيضا من الحالات السلبية وهي شراء بطاقة الناخب الإلكترونية، كيف لنا اليوم أن نحد من هذه الحالات السلبية التي تؤثر على عملية الانتخابات؟ هناك من يبيعون بطاقاتهم الانتخابية مقابل ثمن بخس، وهذا يؤثر على نزاهة وشفافية ونتيجة العملية الانتخابية، برأيك كيف نحد اليوم من هذه الظاهرة أستاذ رياض؟ هذا الموضوع يعتمد بالدرجة الرئيسية على الناخب ووعي الناخب. الناخب إذا رضي أن يبيع صوته فلن يكون له حق عند في المطالبة حقوقه خلال الأربع سنوات القادمة. طبعا إذا ذهب بالمرة الثانية أكيد السيد النائب راح يقول له أنت حقك وصلك لي قدام وما لك أي حق يمي. فهنا يجب أن تكون هناك وقفة جادة أمام هذه التصرفات الشائنة، أولا بحق الناس وكرامة الناس وحق المرشح اللي يفعل هذا الشيء. طيب. أكيد هو غير واثق من نفسه وليس لديه جمهور ويحاول أن يشتري الجمهور بالمال، وهذا بالأساس إذن هو شائب وليس إيجابي، ولا نقول غير كلام، فقط هذه الكلمتين. فعلى الناس أن تعي وتوعى هذا التوجه وتقف بالضد منهم. برأيك يعني هل سنشاهد هناك زخم كثيف على مراكز انتخابية في مدينة تكريت خلال الانتخابات القادمة إن شاء الله؟ نعم، أنا أعتقد أنه سوف هناك توجه قوي باتجاه صناديق الانتخاب بالنسبة لجمهورنا في تكريت، رغبة منهم في تمثيلهم في البرلمان، كون تكريت مدينة
هم مشت تكريت مدينة عريقة منذ عرق فيها كفاءة ثقافية وعلمية وأكاديمية تمتلك كثير من المقومات شعبها جمهورها جمهور واسع كان يقود على قيادي على مستوى العقود السابقة فمن حق هذه المدينة أن يكون لها تمثيل على المستوى التشريعي والحكومي المركزي والمحلي فلذلك نحن نقول يا أهلنا يا جمهورنا في تكريت عليكم بالخروج ل لا بأصواتكم وتمثيلكم الفرصة والفرصة أنا أعتقد هذه المرة فرصة ذهبية جدا كوننا في وسط جمهور بدأ يعي وكون أن التوجه الخارجي والداخلي ضد الوجوه الفاسدة وهذا يصب في مصلحة الجمهور وقول كلمته في التغيير إن شاء الله من هنا من صلاح الدين من قناة صلاح الدين أدعو جمهورنا في تكريت أهلنا أخواننا الخروج عليكم بالخروج والانتخاب والإدلاء بأصواتكم خير من يمثلكم أبنائكم نحن الآن في تجمع في عفوا ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية نمثل جمهور واسع ومهم جدا في تكريت خرجنا من رحم هذه المدينة نعي مشاكلها عشنا معهم نحن من ضمنهم لسنا بمعزل عنهم نحن خرجنا من ضمن هذه الجماهير الوسطية العاملة التي لاقت الأمرين على مدى هذه السنوات الطويلة لذلك أملنا فيهم أولا أن نشدوا أزرنا ويخرجوا للانتخاب وانتخاب مرشحي الجمع قلعة الجماهير الوطنية ولذلك نستطيع أن نضع بصمة ونغير ونمثل أنفسنا إن شاء الله أيضا اليوم يعني نلاحظ الشارع العراقي يدعو إلى دعوات كبيرة بالنسبة للتغيير والكثير من المواطنين يقولون بأن المجرب لا يجرب فهل نحن نحتاج اليوم إلى تغيير الوجوه فقط أم إلى تغيير العملية بل الخارطة السياسية بشكل كامل تغيير الوجوه أعتقد سوف يكون له تأثير قوي المهم هو تغيير الواجهات السياسية وآلية عمل هذه الواجهات السياسية وتوجهاتها السياسية لاحظنا على مدى السنوات السابقة منذ أيام الطائفية وغيرها أنه كل خلاف سياسي كان يطرح في الشارع على أشكال كثيرة إذن الخلل ليس في الوجوه وإنما الخلل في أسس العمل السياسي لهذه الواجهات السياسية فهنا أيضا إذا غيرنا الوجوه وبقى نفس النهج السياسي لن يتغير شيء ولكن المهم هو تغيير منهجية وعمل هذه الواجهات السياسية سيما وأن العراق الآن محاط بكم من المشاكل الإقليمية التي تؤثر في عمله وقراره لذلك على النخب السياسية أن تعي هذه المسألة وتصحح مسارها السياسي خدمة لبلدها وشعبها قبل خدمة لأي جهة أخرى طيب أيضا هناك موضوع يعني أو حديث الساعة رقم واحد بالنسبة لكل كتلة يعني اليوم يقولون نحن عندما نختار شخص معين سوف يذهب هذا الصوت لرئيس الكتلة أو لرئيس الحزب ما صحة هذه الأقوال يعني هذا الكلام متداول كثيرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تأتي رسائل دائما بهذا الخصوص حسب اطلاعي أنه هذا العمل كان موجود بالألفين وخمسة أعتقد بالقائمة المغلقة الآن كل مرشح يأخذ أصواته هذا الأصوات الذي يأخذها هي استحقاقه الانتخابي بعد أن تحصل القائمة على مجمل الأصوات ويحصل عدد أصوات القائمة ككل يفعل قانون سانت ليغ وتحتسب أصوات القائمة ضمن قانون سانت ليغ وهي معادلة رياضية يستخرج بعدها عدد المقاعد التي حصلت عليها هذه القائمة بعد أن يعرف أن هذه القائمة مثلا حصلت على ثلاث مقاعد يأتون إلى المرشحين ضمن القائمة من أعلى أصوات ضمن القائمة أول ثلاث أصوات مرشحين حصلوا على أعلى الأصوات أول ثلاث أصوات. أعلى أصوات بغض النظر عن تسلسلهم سواء كان تسلسل 20 أو 1 أو 15 حصل على أعلى الأصوات وسيأخذ المقعد رقم 1 وبعد المقعد 2 وهكذا بتسلسل إذن ثلاثة من كل قائمة أنا كنت أعطينا كمثل أستاذ أحمد قلنا إذا القائمة حصلت لنفرض القائمة حصل على المقعد من سيأخذ المقعد صاحب أعلى صوت في القائمة سواء كان تسلسله 4 أو 10 أو 1 أو الأخير إذن الرأي تسلسل ليس له تأثير في عملية حساب الأصوات طيب. نحن اليوم في العدد التنازلي لانتخابات مجلس النواب ولم تبقى سوى أيام قليلة وتبدأ عملية التصويت لاختيار الشخصيات المرشحة عن محافظة صلاح الدين بأقل من دقيقة كلمة أخيرة يعني تحب توجهها لأبناء الشعب العراقي عامة وأبناء محافظة صلاح الدين في نهاية هذا اللقاء أتمنى على كل الشعب العراقي أن يعي أنه لا تغيير
ولا عمل باتجاه الإيجابي إلا من خلال صناديق الاقتراع. طيب. أدعوهم إلى الخروج إلى الانتخاب وبالذات في محافظة صلاح الدين وبالذات في مدينتنا مدينة تكريت أي تمتلك جمهور واسع، لدينا 90,000 ناخب في تكريت نتمنى أن يصوتوا لائتلاف قلعة الجماهير الوطنية كونها تمثلهم وتحس بهم وهم من وسط هذا الجمهور. نتمنى منكم عدم النكوص والتراجع ومقاطعة هذه الانتخابات تحت ذرائع شتى والخروج وتمثيل أنفسكم، فلا طريق إلا من خلال الانتخابات إن شاء الله. ونحن نتمنى لكم إن شاء الله الفوز والنجاح في السباق الانتخابي القادم بما يهدف في خدمة المحافظة وأبناء المحافظة بشكل عام. إذن مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى المرشح الأستاذ رياض سعيد العلاوي المرشح عن ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية تسلسل رقم 2، فشكرا جزيلا لك أستاذ رياض. شكرا صالح. والشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة. كمسك الختام تقبلوا تحياتي في التقديم أحمد صلاح الدين وتحيات كادر العمل. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أمل التغيير. إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا صالح. شكرا جزيلا.